يا صباح السعادة على كل جمهور وأعضاء النادي الأهلي الكرام. النهاردة جايبة لكم 5 تمارين سوبر لكل الناس اللي عندها مشكلة في الديسك أو عرق النسا، أو إن إحنا بنقول فيه فقرات ضغط على بعض أو غضروف أو أي مشاكل عامة في ظهرنا بتضايقنا وعملنا إزعاج. لو كررنا التمارين اللي إحنا هنعملها مع بعض دي مرة الصبح ومرة بالليل مع اي اكتيفيتي احنا بنعملها، هتبقى ظهرنا قوي وهيخف الضغط جامد من الفقرات اللي ضاغطين على بعض. اول تمرين معانا هنشوفه، بنتني رجلينا، صوابعي ثابته على الارض وبطلع بوستي للاخر وبثبت فوق. 1 2 3 4 5 6 7 وبريح بالراحه. والتمرين ده هنكرره 4 مجموعات، كل مجموعة هنعد فيها 10 عدات. تاني تمرين ومهم جدا، رجلي اليمين مفرودة، بطلع بيها أب، مشتي عليا مشدود وبنزل تاني. أهم حاجة أثبت وسطي على الأرض وأطلع. 1 بالراحة، 2 3 4، بعد برضو من 10 ل8 عدات، 4 مجموعات، وبنبدل الرجل التانية، ولازم نبدل الرجل التانية ما نشتغلش على رجل واحدة. تالت تمرين، وده شوية اللي ممكن نحس بيه بوجع سنة في عضلاتنا، بس هو تمرين مهم جدا. بحط كعب على ركبتي وبرفع رجلي من الأرض وهثبت. الزاوية هنا ممتازة، بتفك الضغط كله اللي عامل مشكلة على ظهري من الفقرات. بنثبت هنا 1 2 3 4، ممكن نبدا ب4 عدات، ممكن نبدا ب6 عدات، ممكن نبدا ب8 عدات، ومهم قوي قوي برضو ان احنا نبدل. لو احنا مش قادرين نثبت في الزاويه دي، ممكن نمسك رجلينا بايديا الاثنين من عند الخلفيه من ورا، ان انا اشدهم عليا كسبورت لنفسي. ممكن اشدهم بايدي، ممكن احط فوطه كبيره، ممكن احط استك، بس مهم الزاويه دي هتفرق معانا جدا جدا جدا. تالت تمرين هيبقى بسيط جدا، او رابع تمرين، انا بثني رجلي عليا وبمسك من فوق من عند الركبه واكني بحضن رجلي وهثبت. التمرين ده مهم جدا، ممكن نعمله اول ما نصحى من النوم، ممكن نعمله بعد اي مجهود بدني، ممكن نعمله وانا مش عامله اي اكتيفيتي خالص. هو بيعمل ان هو بيريح لي بس الضغط على الفقرات، وهيفرق معايا جدا لو ان حد عنده عرق نسا او بيحس بكهرباء وهو بيتحرك او عنده اي مشكله عامله له ازعاج شويه في اللور باك عامه. بنثبت برده كده من 10 ل8 عدات 4 مرات، وبنكرر برده كل التمارين دي 4 مجموعات. اخر تمرين معانا هو هيبقى الكوبرا بوزيشن، بلف على بطني بالراحه، ايديا هتبقى جنب صدري بالظبط، وبرفع ظهري لفوق وراسي على فوق وهثبت. بس كده ما بضغطش على نفسي، اول ما بحس بوجع لو في وجع بثبت. ممكن مرحله تحت شويه هبقى داون مور، اهم حاجه راسي على فوق وهثبت. 1 2 3 4 5 6 7 8، وبنريح. والنفس مهم جدا جدا جدا، هيفرق معايا. وبريح وبكرر تاني 4 مرات، وبكده يبقى اخدنا 5 تمارين مهمين جدا في يومي، هيفرقوا معايا جدا جدا في عضلات ظهري وفي الوجع اللي بيجيلي في اللور باك. ان شاء الله افيدكم بتمارين تانية المرات الجاية. معاكم من جيم اهل الجزيرة.